قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص، نتوسل إليك بعم نبيك العباس، نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقف الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة، اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك، ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي، أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له عال، لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة به هو، ده الوسيلة كمان بالأقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم نبيه؟ لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان. إنما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الماء؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله. وإذ استسقى موسى لقومه